ثم هم يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون، أفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة، عامر بن الجراح. هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أفضل الصحابة. ثم أصحاب بدر، أصحاب بدر أفضل من غيرهم، لأن الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أصحاب بيعة الرضوان، صلح الحديبية، الذين بايعوا تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أخبر سبحانه أنه رضي عنهم، منحهم رضاه. ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار. فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار، فهم أفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أثنى الله عليهم بالصدق. فهم يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أسلم قبل الفتح، من أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو بعده: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ولكن يشتركون كلهم في الصحبة، في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة العامة، يشتركون ويتفاضلون فيما بينهم. نعم.